إن قام الإنسان في صلاة الفجر وهو يرى غيره نائم ثم يذهب إلى المسجد ويعود شاكرا ذاكرا راجيا ما عند الله، والله لن يضيع أجرك عند الله. ظن بالله ظنا حسنا، لو صنعت هذا إلى أحد من ملوك الدنيا علم أنك خرجت من بيتك فجرا وأنت أحوج ما تكون للراحة والمنام لاستحيا أن يردك إن كان ذا مروءة. فكيف بالله الذي لا إله إلا هو؟ كيف بمن لا تنفذ خزائنه؟